أشاد سعادة السفير الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، أشاد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال تصريح خاص لمركز الأخبار بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، حيث أشار سعادة السفير إلى تطور وتكامل العلاقات البحرينية السعودية في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع أسماءات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونشيد بعمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تكامل وتطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة، بظل ما تحظى به من دعم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله. ونؤكد أن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعب تشارك شقيقتها الكبرى احتفالاتها باليوم الوطني تخليدا لذكرى توحيد وتأسيس المملكة كدولة حديثة وقوية على أيدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وتقديرا لمكانتها الكبيرة في قلب العالم العربي والإسلامي، واعتزازا بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي وشعبي المملكتين الشقيقتين، والقائمة على ثوابت راسخة من الود والاحترام المتبادل والتقارب الجغرافي والحضاري ووحدة الدين واللغة والدم والمصير، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا أعواما مجيدة بالخير والرخاء والتقدم والازدهار، بظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.